يخوض فريق الوداد الرياضي مباراة ودية أمام اتحاد تورقة يوم الجمعة استعدادا لاستئناف البطولة الاحترافية القسم الأول إنوي. وفضل الحسين عموتة خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي للاشتغال أكثر على الناحية البدنية والتكتيكية للفريق، إلى جانب تحضير لاعبين الذين التحقوا متأخرين بالوداد للاستفادة منهم بشكل أفضل في قادم المباريات، كما سبق وأشار إليه مدرب الفريق الأحمر. وكان الوداد قد هزم أمام الشباب المحمدية ب3-1 في أولى المباريات الودية التي خاضها الفريق الأحمر يوم الاثنين. ويغيب عموتة عن مباريات الوداد الرياضي الودية نظرا لالتزامه مع المنتخب الوطني الأولمبي لأقل من 23 عام الذي يستعد لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير من عام 2023 بالجزائر.